يا محمد نبى نسمع حديث ذيل في كتبهم حديث ما سمعنا به ما طلع يا العتيبي غير تال الجيل قبل هالعام والله ما درينا به عندكم نقص في تعليمكم بالحيل جدكم مات ما وراكم كتابه يمكن اكثر ثقافتكم من الانجيل نعرف اسمه لو ان ما قرينا به الحسد والغضب حول نهارك ليل الحسد والغضب حول نهارك ليل جدنا صادق وجدتك كذابة اليمان يا هلي من خلاف السيل لا تسب الرجال اللي تعدل المايل انت طالع مثل جدتك سبابة اشوف والعازمي زاد الخطاب الحيل لولا شناب والله لانت بشناب نعرف الجنس ما نحتاج للتحليل انت مشروك بين ذيل وعتابة لو لحقت السعيد يوم وقت الخيل مستعد ادفن في الارض بثيابه انت ما انت مجمل غير بالتجميل انت ما انت مجمل غير بالتجميل شوف صابرك كانه دايس حلابة اشتباهت بين الكندر وغليل خلوا العزم يرجع مع أصحابه قبل لا تكثر التشبيه والتمثيل أنت تعرف سفر من ضرب مشعابه أبراهه يوم جارك بظهر الفيل أهل مكة ترى ما تحسب حسابه